رح نحكي لكم أسطورة قفصة الحصان، أو قصة المعركة الصعبة اللي تواجه فيها عبد المؤمن وتشفي. يقول المؤرخون أنه في هذاك الوقت تشفين كان على رأس جنود صنهاجة، جيش مدرب ومدعم كتير. نصب المخيم تاعه مع جيشه في البداية في تلمسان قرب العباد، وكان هدف أواخر عام 1144. تشفين اللي كان ينتظر دعم من إسبانيا توجه الوهران، كان تاكل على الفرق الجديدة اللي كان من المنتظر أن تحط في المرسى الكبير وفوق أسواره القوية لحماية نفسه. التحق به عبد المؤمن اللي كان اتخذ لقب أمير المؤمنين، وكان معه جيش قوي متكون من 100,000 رجل أقوياء وعزمين. يستقر في الليدور وإن كانت ليه فرق أخرى في السهول. يحكي أنه من الأسوار حتى جبل الأسود كانت أنذاك خيم بيضة وعلامات وأحصنة مكدفة ومتلهفة. يتواجه المعسكرين ولا واحد ما كان قادر يقول شكون رايح يربح المعركة ويتحول الحاكم للإمبراطورية. وبعدها في صباح ذات يوم يقرر عبد المؤمن فجأة أنه يهاجم. تقوم معركة شرسة. في آخر النهار يسقط تشفين وحبل السوار مهدمة. يدخل عساكر عبد المؤمن بقوة وصراخ، دخان الحرائق تظلم السماء. كان اليوم 27 في شهر رمضان، بدأت تصب الشتاء وخلت السماء تدفق عليها دموعها. تشفين يفقد الأمل، لقيت روحي ضايع. وفي الليل تشفين سرج فرسه المشهورة وركب زوجته معاه، وفي سرية تامة يأخذ الطريق اللي تودي لمرسى الكبير، وإن كان يأمل يلتحق بالميناء قبل طلوع الشمس، ويركب في سفينة إسبانية لتوصله للميريا وإن كان ينتظر أنصاره. تشفين يتقدم في الظلام، يلمح أضواء خيانات توجه نحوه، يسمع صراخ رجال يجروا وراه. يهرب تشفين ويعجل فرس تاعه اللي كانت تزيد في السرعة. تزلق الفرس وفجأة الفراغ الهاوية. وفي الغد فوق شط حصاوي يلقاو الجثث. صباح المكان يسمى قفزة الحصان، وبعد زمن ولت هذه الحادثة المؤلمة منبع إلهام الشعراء.